نشرة الأخبار مع ندى لؤي. أهلا بكم مشاهدينا نشرة جديدة من العراقية الإخبارية نبدأها بأهم العناوين. جدول أعمال مجلس النواب يخلو من مناقشة والتصويت على قانون الاقتراض، والمالية النيابية تتحدث عن إمكانية دفع الحكومة رواتب شهرين في آن واحد. تفاقم أزمة الرواتب محافظات عراقية عدة تشهد تظاهرات لموظفين يطالبون بصرف رواتبهم ويرفضون رهنها بقانون الاقتراض. بهدف تفعيل مذكرات التفاهم وتعزيز المشاريع الجديدة، بغداد تشهد انطلاق اجتماعات اللجنة التنسيقية العراقية السعودية المشتركة. الصحه والسلامه توافق على بدء العام الدراسي نهايه الشهر الحالي والتربيه تؤكد ان الدوام سيكون يوما واحدا لكل مرحله دراسيه اهلا بكم والى التفاصيل يعقد مجلس النواب يوم غد الاثنين جلسته الاعتياديه لمناقشه والتصويت على عدد من مشاريع القوانين وبحسب وثيقه صادره من الدائره الاعلاميه للمجلس فان جدول اعمال جلسه الغد يتضمن عشر فقرات فيما يخلو الجدول من مناقشه قانون تمويل العجز المالي توقعت لجنة المالية في مجلس النواب تخفيض مبلغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي إلى 15 تريليون والتصويت عليه في نهاية الأسبوع الجاري فيما أشارت إلى أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير القانون مباشرة وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار اليوم إن قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن أن تمت القراءة الثانية له ومن المتوقع أن ينحصر المبلغ المضمن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع مشيرا إلى أن المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ ما بين 10 إلى 15 تريليون مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار قال إن بإمكان وزارة المالية إطلاق رواتب الموظفين دون انتظار التصويت على قانون تمويل العجز المالي وتوقع الصفار التصويت على مشروع القانون خلال أربعة أيام بعد أن تمت القراءة الثانية إحنا ننتظر مشروع موازنة 2021 يفترض يعني هذه هم واحدة من المخالفات المفروض العفو مشروع الموازنة يكون يمنى قبل يوم 15 عشرة اليوم 7 11 الى حد الان ما ارسل المشروع لكن ما يبشر بالخير انه سيد الوزير صرح انه في نهايه الشهر الحالي راح يتم ارسال المشروع وهذا راح يحل الاشكالات هو الوزاره بامكانها اطلاق الرواتب لانه عندها رصيد ولكن هذا الرصيد الموجود ما يكفي لكل الموظفين أو كل الاحتياجات يفترض أن الوزارة تبدأ ببعض الفئات خاصة بدت بالمتقاعدين وتبدأ ببعض الوزارات إلى أن يتم إقرار القانون لأنه نتوقع بعد القراءة الثانية ممكن بعد أربعة أيام يتم التصويت على مشروع القانون وفي موضوع الازمه الماليه ايضا قال عضو مجلس النواب يحيى العيثاوي ان الاستمرار بسياسه الاقتراض سيحمل العراق اعباء ماليه كبيره مؤكدا في برنامج تغطيه خاصه الذي يعرض على شاشه الاخباريه ان الاقتراض سيعطل الاستثمارات بكافه القطاعات. الاقتراض بصفات غير جيده، نعم اولا يعني راح نكبل الاجيال بالمستقبل ديون كثيره واذا هذه الديون عليها راح تصير فوائد خصوصا اذا كان الاقتراض من الخارج عليها فوائد ما نستطيع تسديد هذه الفوائد باوقاتها لا. الحقيقيه وكل ما ما نستطيع تكون عليها ضرائب وفوائد اخرى. اثنين راح لا نستطيع اذا عدنا اموال انه نوظفها في اتجاه الصناعه الزراعه حتى نقوم العمليه الاقتصاديه راح نعطيها للرواتب والرواتب تعرفين تذهب سدى وفي ذات البرنامج أكد عضو مجلس النواب حسن خلاطي وجود توجه نيابي لتمرير قانون العجز المالي مع تخفيض الرقم بما يحقق تأمين الرواتب المسار العام لمجلس النواب الآن هو أن يخلق حالة توازن بين قضية عدم تحميل أو عدم تحميل الأجيال القادمة والوضع الحالي والبلد أعباء مالية كبيرة وبين قضيه يعني تسهيل او مسانده الحكومه في تحمل نفقاتها الاساسيه خصوصا ما يتعلق برواتب الموظفين والنفقات الحاكمه اللي تحتاجها الحكومه الجو العام في داخل مجلس النواب هو مناقشه هذا القانون و تقليل المبلغ المطلوب المبلغ المطلوب من الحكومه للاشهر المتبقيه 40 تريليون بهالحدود هذا مم. آه وما يعمل عليه ما تعمل عليه اللجنة المالية ومجلس النواب واللجانة لجنة الاقتصاد أيضا وياهم في آه تقليل هذا المبلغ مجلس النواب من حقه أن يقلل استمرار الجدل ما بين الحكومة والبرلمان حول تمرير قانون الاقتراض يلقي بظلاله القاسية على حياة الموظفين وهم ينتظرون الحلول من أروقة البرلمان أو بوابة وزارة المالية لتطلق رواتبهم ويؤدوا استحقاقاتهم المالية. يبدو أن آلية تأخير صرف رواتب الموظفين أصبحت عرفا سائدا، موقف الحكومة إزاءها متأرجحون بين قلة السيولة النقدية تارة وبين وفرتها مع عدم وجود قوانين تجيز الصرف تارة أخرى أما الصراعات فتحتدم بين المواطنين وأصحاب المولدات الأهلية والإيجارات السكنية إحنا 24 ساعة بالشارع وجهد جانب الجهد كبير ولحد الآن ماكو أي راتب نطالب بالراتب يعني كل أصحاب عوائل وكذا أصحاب إيجارات يعني هذا الشهر الثاني ماكو كل 40 يوم أن سم راتب أنا اضطريت اليوم أشتغل تاكسي يعني أنا موظف وأشتغل تاكسي بهيك حاله شلون؟ زين لا حصه صار لها ست ماكو. تداعيات تاخير الرواتب القت بظلالها على جميع القطاعات بخسائر كبيره. اما الخلافات بين التنفيذيه والتشريعيه فما تزال قائمه. الطرفان يتبادلان الاتهامات وموعد الصرف الى اجل غير مسمى. اكثر من 40% من المجتمع العراقي هم موظفين. وبقية طبقات المجتمع من بقال من صاحب أسواق من تاجر جملة كلها مرتبطة بهالشريحة هذه تأخير الرواتب راح يأثر على مجموع هالطبقات هذا ويشل من الحركة الاقتصادية للبلد رسول الإنسانية محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه فعرق الموظفين جف وتلاشى منذ خمسين يوماً ولا بوادر تلوح في الأفق لإعطاء مستحقاتهم المالية خلافا للشرائع السماوية وحتى الوضعية علي الأحمد العراقية الإخبارية بغداد تفاقم أزمة الرواتب محافظات عراقية عدة تشهد تظاهرات لموظفين يطالبون بصرف رواتبهم ويرفضون رهنها بقانون الاقتراض بهدف تفعيل مذكرات التفاهم وتعزيز المشاريع الجديده، بغداد تشهد انطلاق اجتماعات اللجنه التنسيقيه العراقيه السعوديه المشتركه. الصحه والسلامه توافق على بدء العام الدراسي نهايه الشهر الحالي والتربيه تؤكد ان الدوام سيكون يوما واحدا لكل مرحله دراسيه. بعد تاخر صرف رواتب الموظفين وتفاقم هذه الازمه على حياه ملايين العراقيين ممن ينتظرون رواتبهم الشهريه وعجزهم عن سداد التزاماتهم الماليه، طالب موظفو الدوائر الحكوميه بمحافظه واسط الحكومه المركزيه باطلاق رواتبهم بعد تاخرها للشهر الثاني على التوالي، وقال عدد من نظموا في شارع النسيج الرئيس وسط مدينه الكوت ان استمرار تاخر صرف رواتب الموظفين ادى الى مشاكل اجتماعيه واقتصاديه كبيره لهم. في محافظه المثنى تظاهر عدد من موظفي الدوله احتجاجا على تاخير رواتبهم، الموظفون شددوا على ضروره الاسراع بصرف رواتبهم المتاخره. تأخير دفع الرواتب خلق حالة من الإرباك والاستياء لدى شريحة الموظفين مما أدى إلى الخروج بوقفات احتجاجية من نقابة المعلمين والملاكات الصحية في المثنى التي أعلنت الإضراب الجزئي مطالبين الإسراع بإطلاق الرواتب وعدم تأخيرها بداية إذا استمر هذا التخبط إن شاء الله سنلجأ إلى أمور أخرى تصعيدية تصب في خدمة الشارع التربوي أيضاً الشارع السماوي والعراق إن شاء الله جميعا كل المهن اصبحت متوقفه او شبه مشتوله نتيجه تاخير رواتب وهاي اذا نعزي الاسباب نقول اسباب التراكمات اللي اللي ما عالجتها الدوله طيله ال17 عام بحيث صار اكو توقف للزراعه وتوقف للصناعه توقف لحركه السياحه التزامات عديده تتعلق بالحاله المعيشيه فضلا عن الكساد الذي اصاب الشارع لعدم وجود قدرة شرائية بسبب عدم تمكن الحكومة من إطلاق الرواتب بوقتها المحدد رافضين ربط توزيع الرواتب بالصراعات السياسية الموظف اليوم من يرجع لبيته ما يلقى ابسط شيء حتى يقدم لعائلته، اعتقد هذا الموضوع وصلنا بمرحله انه انه صراعاتنا السياسيه اثرت حتى على دخل الموظف البسيط، فاللي نتمنى انه هذا الموضوع ينحل باسرع ما يمكن. نامل انه تستعجل الدوله باجراءاتها الحقيقيه واطلاق صرف رواتب موظفين الدوله، لان هي اصبحت العجله الوحيده لديمومه الحياه واستقرار الاقتصاد. ولا تزال مشكلة تأخر إطلاق الرواتب تقلق الأوساط جميعا لا سيما أن الحكومة تعول على مجلس النواب بإقرار قانون العز المالي حيث يرى ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعظيم الإيرادات المالية بالشكل الأمثل تذمر واستياء شعبي دفع عدد من الموظفين للخروج بوقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق الرواتب التي تأخرت حتى اللحظة للعراقية الإخبارية علي كريم المثنى الدوائر الصحية في محافظة ميسان هي الأخرى نظمت وقفات احتجاجية بسبب تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 15 يوما وذكر مراسل الإخبارية أن الملاكات الطبية في مستشفى الصدر نظفت أو نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة صرف الرواتب وإبعاد الملف عن الصراعات السياسية نظم ذوو المهن الصحية في محافظة ذيقار تظاهرة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وأكد المتظاهرون أن على الحكومة التعامل بجدية في ملف رواتب الموظفين وأن أي تأخير لها يؤدي إلى آثار اقتصادية كبيرة خرجت اليوم الكوادر الصحية في دار الصحة قار. بوقفه احتجاجيه سلميه للمطالبه بحقوقها المشروعه وهو اعطاء رواتبها الشهريه في موعدها المحدد دون التاخير اه هذه الكوادر الجيش الابيض الذي قدم العديد من التضحيات نجده اليوم بلا راتب ولعدة أشهر تتأخر الرواتب خرج اليوم منتسبي صحة ذي قارة بسياسة قطع الرواتب التي تقوم بها الحكومة المركزية وهذا وهذا الإجراء من قبل الحكومة المركزية يعتبر إذلال للموظفين والاستهانة بهم سوف نستمر بالوقفات الاحتجاجية وغلق المراكز الصحية لحين الاستجابة من قبل الحكومة المركزية وإطلاق رواتبنا تظاهر موظفو شركة الموانئ العراقية للمطالبة بحل الإشكاليات الواقعة بين الموظف والشرطة، كما طالب الموظفون المتظاهرون إدارة الشركة باتخاذ إجراءات جادة لمحاربة شبكات الفساد داخل مؤسستهم. في الأسبوع الثاني بتظاهرات حول بعض الإشكاليات في الشركة العامة لموانئ العراق وهي التشغيل المشترك أه الحرفيين أه يعني حتى نقاط الحوافز هواي اشكاليات في الشركه العامه للعراق طلبنا حقيقه لقاء السيد الوزير من خلالكم أه بتشكيل لجنه من من المتظاهرين ولقائهم حتى نحل هذه الاشكاليات نطلب مقابله السيد الوزير باسرع وقت لغرض اللقاء مع المحتجين لحلول المطالب مع المحتجين وحل الفساد الموجود بالشركه ونطالب بحل مجلس اداره الشركه وتغيير جميع المدراء الموجودين بالشركه بهدف تفعيل مذكرات التفاهم وتعزيز المشاريع الجديده بغداد تشهد انطلاق اجتماعات اللجنه التنسيقيه العراقيه السعوديه المشتركه الصحه والسلامه توافق على بدء العام الدراسي نهايه الشهر الحالي والتربيه تؤكد ان الدوام سيكون يوما واحدا لكل مرحله دراسيه أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، وقال عبد الجبار خلال انطلاق أعمال اللجنة العراقية السعودية في بغداد إن هذا الاجتماع يأتي تواصلا مع الاجتماعات السابقة بهدف تفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع. فضلا عن تعزيز ذلك في مشاريع جديده في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعه البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها من جانبه اكد وزير الطاقه السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان عبر الدائره التلفزيونيه حرص المملكه على تطوير العلاقات واستدامتها مع العراق والعمل على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات وكان الوفد السعودي قد وصل بغداد صباح اليوم الاحد لعقد اجتماع اللجنه العراقيه السعودية وضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعددا من الشركات الاستثمارية. وفد وزاري واقتصادي سعودي يزور العاصمة بغداد لبدء الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مجلس التنسيق العراقي السعودي في دورته الرابعة. الوفد الذي ضم وزراء المياه والصناعة والنقل وممثلين عن وزاره الطاقه والمؤسسات الماليه السعوديه دخل في اجتماعات مباشره مع نظرائه العراقيين في ظل رغبه جاده لبناء شراكه عراقيه سعوديه واسعه النطاق وترجمه الاتفاقيات الى افعال على ارض الواقع. هذه الاجتماعات وهذا المجلس يهدف الى تنميه تنميه اقتصاديه وتعاون اوثق تعاون يعود بالنفع ان شاء الله الى على الشعبين الشقيقين هذه ستكون ان شاء الله مرحله اولى وستنفذ بما يعود بالنفع على الشعبين وبما يقود الى استدامه هذه المشاريع وهذه البرامج كانت سابقا حقيقه هي اتفاقيات وتوضع على الرف اليوم توجيهات دولة رئيس الوزراء بتشكيل فريق كامل للمتابعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض متابعة تحقيق هذه الاتفاقيات اليوم دخلنا مرحلة جديدة أنه إحنا بعد أن نكمل هذه الاتفاقيات هنالك لجان متابعة من المتخصصين في الوزارات بقيادة وكلاء الوزارات والمستشارين لوضع هذه الاتفاقيات موضع العمل والتحقيق قطاع النفط والطاقة أخذ حيزا كبيرا من الاجتماعات الثنائية ولا سيما مشاريع الصناعات البتروكيماوية والغاز والربط الكهربائي فضلاً عن التعاون في مجالات الصناعة والصحة والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات العراق يستهدف من تطوير حق العكاز زيادة إمدادات الغاز تقليص الحاجة للغاز المسترد وزيادة فرص التنمية في المنطقة في محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها أعمال الربط الخليجي ربط الكهرباء الخليجي والربط السعودي الثنائي العراق السعودي هذا المشروع يستهدف تنويع مصادر الطاقة في العراق بغيه الحصول على ارخص انواع الطاقه هذا وستستمر الاجتماعات العراقيه السعوديه لثلاثه ايام متتاليه لبحث الاتفاقيات الثنائيه وتهيئتها تمهيدا لابرامها خلال اعمال الدوره الرابعه لمجلس التعاون العراقي السعودي الذي سيعقد قريبا الانفتاح العراقي على الدول العربيه ودول الاقليم وفتح افاق التعاون الاقتصادي معها ياتي ضمن سياسه الحكومه العراقيه لتعزيز العلاقات مع هذه الدول وزياده فرص الاستثمار واعاده الاعمار من بغداد محمد جبار العراقيه الاخباريه في موضوع ميناء الفاو الكبير أكد وزير النقل ناصر الشبلي استمرار التباحث مع شركة دايو الكورية لتنفيذ المشروع، وقال الشبلي إن الشركة لديها عقدان في الميناء تنتهي في عام 2021، وأن شركة دايو لديها استثناء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإحالة مشروع الميناء عليها بشكل مباشر، وأن الاختلاف مع الشركة جاء ع... على الأعماق والمدد الزمنية والمبالغ لافتا إلى أنه في, في حال لم يتم الاتفاق مع دايو فإن هناك شركات متعددة من بينها صينية قدمت خدماتها في السياق ذاته أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي السعي لأن يكون ميناء الفاو بمستوى الموانئ العالمية الكعب خلال تراسه اجتماعا موسعا للجنه الاعمار والخدمات النيابيه بحضور وزير النقل ناصر حسين بندر لبحث ملف مشروع ميناء الفاو الكبير واكد ان الميناء يعد من بين اهم الملفات حساسيه واكثرها اهميه للدوله والشعب العراقي فهو يمثل واجهه اقتصاديه واستثماريه كبرى وشريان اساس للبلد بعد النفط فضلا عن كونه نقطه انطلاق على التجاره مع العالم الخارجي الصحه والسلامه توافق على بدء العام الدراسي نهايه الشهر الحالي والتربيه تؤكد ان الدوام سيكون يوما واحدا لكل مرحله دراسيه في أزمة فيروس كورونا وفي مسجدات الموقف الوبائي اليومي سجلت وزارة الصحة 2530 إصابة بالفيروس في عموم العراق وذكرت الوزارة في بيان أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 3000 وحالتين اثنتين فيما بلغ عدد الوفيات 44 حالة خلال الأربع 24 ساعة الماضية الى ذلك اعلن المتحدث باسم وزاره التربيه حيدر فاروق ان الوزاره حضرت اجتماع خليه الازمه وتم الاتفاق على ان يكون التاسع والعشرين من تشرين الثاني الحالي بدايه العام الدراسي فاروق قال ان هذه بدايه لانطلاق عام دراسي جديد من اجل مراقبه الموقف الوبائي مبينا انه يمكن بعدها اتخاذ قرارات اخرى وزارة التربية تحضر اجتماع خلية الأزمة ويتم الاتفاق على أن يكون التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني هو بداية العام الدراسي 2020-2021 بداية تم تعليق عطلة يوم السبت أي سيكون الدوام ستة أيام في الأسبوع على أن يكون لكل مرحلة دراسية يوم واحد يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف وبقية الأيام يكون إلكتروني هذه تعتبر بداية لانطلاق عام دراسي جديد من أجل مراقبة الموقف الوبائي بعدها ممكن أنه اتخاذ قرارات أخرى لكن فيما يخص آلية العام الدراسي من حيث المناهج الدراسية وتقليص المناهج الدراسية وكذلك الدوام بالانتساب ستكون هناك بيانات او سيكون هناك بيان رسمي لوزاره التربيه في الايام المقبله لتحديد هذه الاليات والعمل بها اجرت دوائر الزراعه والبيطره في محافظه بابل جولات ميدانيه للوقوف على اسباب ظاهره نفوق الاسماك فيما طالب مربو الاسماك الحكومه بتوفير اللقاحات اللازمه وصرف تعويضات لهم بعد حادثة نفوق الأسماك عام 2018، تعتبر هذه الفترة الزمنية هي فترة ظهور الإصابات للأسماك، وبما أن بابل هي الأولى في إنتاج الثروة السمكية، كانت لوزارة الزراعة ودوائر البيطرة جولات ميدانية لمتابعة نفوق الأسماك في شمال بابل، بعد رصد عدة حالات مما أثارت المخاوف لدى المربين. لن تؤثر على الوضع الاقتصادي بالنسبة للمربي لكن وجود هلاكات نعم وجود هلاكات وتم إرسال عينات إلى المختبر المركزي في بغداد اه ظهرت النتائج إيجابية ورغم الإجراءات المتخذة من قبل دوائر البيطرة لا تزال هناك نسب للهلاكات السمكية وسط مناشدات ومطالبات المربين بالتعويض إجراءاتنا مستمرة نحن في متابعة ميدانية يومية وبتواجد ميداني يومي في كل المشاريع سواء أخفاص أو بحيرات نتابع الحالة المرضية اه توجيهات المربين، ارشادات المربين، المعقمات توزعها للبار المرضيه مجانا. نطالب الدوله بتعويضنا، تعويضنا حتى يعني اقل 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 كميه. نطالب اول شيء بالتعويض بالنقطه الاولى. نطالب دعم مشاريع الاسماك من ناحيه الاعلاف دعم المستوصفات البيطريه. خوفا من تكرار ما حدث في عام 2018 من نفوق الاسماك وهلاكها، مناشدات ومطالبات من مربي الاسماك في شمال بابل بدعم الثروه السمكيه للارتقاء بها ودعم الاقتصاد العراقي. من شمال بابل علاء الجراح العراقي الاخباريه. لتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا مباشره الدكتور ثائر صبري مدير قسم الوبائيه في دائره البيطره. بوزاره الزراعه اهلا بك دكتور أهلاً يعني الى اي مدى هذه الانباء صحيحه؟ فيروس جديد يضرب الثروه السمكيه في بابل. شكرا جزيلا لقناتكم الموقره ولمشاهديكم الكرام. اهلا بك. حقيقه المرض فيروسي ظهر عندنا عام 2018 في المسيب محافظه بابل وانتقل الى المحافظات الاخرى وخاصه المربين مربّي أخفاص العائمة الأسماك لأنه تعرفين مجرى النهر ومجرى النهر تبدأ الإصابات. الحقيقة هنالك أساليب طالما نحن أشرناها سلبية جداً في أخفاص في الأقفاص المصابة المربي يلجأ إلى رمي الأسماك الهالكة بالنهر وبالتالي هذه تنقل الإصابة إلى قفص آخر وهكذا. هاي واحد. ثانيا اشرنا موضوع التباعد بين حقل وحقل اخر مسافه كيلومتر ولم تستجيب هذه الفئات المربيه. ثلاثه أعطينا تعليمات لكل مربي الاسماك بان تكون التربيه نموذجيه باستخدام اساليب الامن والامان الحيويين واقصد به تعقيم الاحواض أو الأقفاص العائمة قبل آه أن 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 يدفع بوجبة جديدة. آه شغلة أخرى آه أشرنا إلى موضوع عدم تربية آه الأسماك بأعمار مختلفة. كل هذه الإجراءات لم يستجب بها طيب معظم دكتور يعني فيها. هذه الإجراءات تنقل هذه العدوى بين الأسماك لكن أريد أن أفهم من حضرتك سبب هذه الآفة ما هو سببها؟ الحقيقه مثل ما اشرت المرض فيروسي الفيروس انتقل لنا عام 2018 في اسماكنا مرض جديد ومن خلال نقل هذه العينات المرضيه الى مختبراتنا اشرنا الى انه المرض فيروسي وبدانا باتخاذ الاجراءات وتوزيع مضادات الفيروسات لكل المستشفيات البيطريه في انحاء العراق وخاصه المناطق المصابه والمضاد الفيروسي تستجيب الاسماك و طيب ما سبب هذا نعم. الفيروس؟ هل هل لك ان توضح لنا اكثر يعني؟ نعم. الفيروس ما عنده جواز سفر يعني ممكن في اي لحظه مثل باقي الفيروسات مثل كورونا غيره ممكن يحدث في اي منطقه معينه. نعم. يعني نعم. نعم شكرا لك، شكرا, شكرا جزيلا دكتور تائر صبري مدير قسم الوبائية في دائرة البيطرة بوزارة الزراعة. على بعد 70 كيلومتر شمالي مركز محافظة واسط منطقة الكرامة والخوالد تعانيان انعداما شبه تام للخدمات الأساسية وكثرة الحوادث المرورية على الطريق الذي يربط بينهما المواطنون طالبوا عبر كاميرا الإخبارية الجهات الحكومية بإيجاد حل سريع ينهي معاناتهم التي رافقت أجيالا متعددة منطقتا الكرامة والخوالد في قضاء العزيزية شمالي الكوت تستغيثان وتعانيان من نقص كبير في الخدمات ووفيات بالجملة بسبب كثرة الحوادث المرورية لعدم وجود جسور مشاة تربط بين المنطقتين المذكورتين يعني اذا مطر ما تقدر تمشي نهائيا الله وكيل محمد كبير والمرات خلت بس احنا بقينا زين وشوف وضعنا عندنا شارع رئيسي يربط اغلب المحافظات يعني البصره الديوانيه السماء وتلاحظ شارع يعني مصر اغلب السيارات تمشي بسرعه غير محدوده يعني من 180 فصاعدا 200 صار عندنا هواي حالات او ضمن الحالات يعني عندنا تقريبا ثلاثه الى أربعة طلاب يعبرون من جهه جهة وندعموا والله شاهد عندنا عوائل انفجعت بهذا الموضوع بشكل مو طبيعي لم تشهد المنطقتان زياره اي مسؤول منذ نشاتهما قبل عقود من الزمن سوى في موسم الانتخابات فتتحولان الى مكان لحجيج المرشحين وعود ذهبت ادراج الرياح ومعاناه الاهالي متجذره اتربه في الصيف ومستنقعات مياه في الشتاء ماكو عندنا كل وسائل خدمات بالنسبه للانتخابات يعني يجون بغت الانتخابات يجيك يعني احتمال يمكن يجون خمسين ستين واحد يدور على صوتك تنتهي الانتخابات ينتهي كل شيء وياها اول مبادره واول قناة عراقية تدخل في هذه المنطقة وهي قرية الكرامة الفلاحية التعاونية ونشكر حضورهم ونقل معاناتنا الى الجهات المسؤولة مواطنو هاتين المنطقتين وعلى مدى عقود ارتضوا بواقع خدمي مزر لكن الكيل وبحسب قولهم قد طفح فإما إكساء شوارعهم ونصب جسور المشاه او تصعيد لا يحمد عقباه عباس العيساوي العراقيه الاخباريه من منطقتي الخوالد والكرامه في قضاء العزيزيه شمال محافظه واسط التهمت النيران عددا من كرفانات مجمع جكوك السكني شمال بغداد إثر تماس كهربائي وأسفر الحادث عن مصرع أحد الأطفال فيما اشتكى المواطنون من عدم الاستجابة السريعة من قبل فرق الإطفاء المدني التي تأخرت في الوصول إلى مكان الحادث وإغاثة الأسر المحاصرة بالنيران اللي صار اليوم أنه صارت تماس كهربائي باحد من الكرفانات أنت تعرف الناس نايمة الصبح نعم. التماسي الكهربائي ما حسوا به العائله اللي صار بداخل بيتهم لحد ما اكل الغرفه كلها لحق يطلع له طفل واحد الطفل الثاني يدور عليه من كثره الدخان اللي صار والنار ما قدر يطلعه توفى داخل الكرفان زوجته كانت مو موجوده طالعه للشغل خطيه هم تشتغل بالمدرسه الكرفانات البقيه بقينا من 8 ونص من 8 وربع ل 8 ونص للتسعة إلى ربع احنا ندق على اطفائيه ما حد اجا صعدنا جماعه شباب على دراجات راحوا حتى يجيبوهم للمجمع قالوا لهم هسه وراكم تالي الا إجابوا دوريه مال مال المرور فات من يم باب المجمع قلنا له رحمه لاهلك سوينا نداء سوى نداء يلا إجا ورا عشر دقائق يوما بعد اخر تتفاقم العشوائيات في البلاد حيث يقدر عددها في بغداد اكثر من الف حي يضم مئات الالاف من الدور غير المنظمه الامر الذي حذر منه خبراء وطالبوا باللجوء الى البناء العمودي لتخفيف ازمه السكن نبيل مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ الثانية والأربعين من عمره ويعيش وحيدا لأمه العجوز في أحد بيوت مناطق التجاوز التي قاربت الألف منطقة عشوائية في العاصمة بغداد لوحدها ناهيك عن بقية المحافظات دائما على طول يجونا يهددونا يوم نشيلكم يوم نذب غراضكم بالشارع يوم نفلشكم سيعجبوننا وصولات هاي لكم وصولة هذا وصل تعالوا توقعون وغ... يعني بالقوة وقالوا راح يعطونكم قطع أراضي الكاظمة راح يعطيكم قطع أراضي ورحنا سجلنا بالانترنت وكملنا والأوراق عندنا أما أن الراجع يقولون ماكو يعني هم هنا أنا أكو أرامي حالتهم تعبانة احنا لو اكو احنا عندنا نجي نقعد في مكان ما نقعد في مكان نصف مليون منزل او دار متواضعه جلها لا تصلح للعيش الادمي يسكنها ملايين المواطنين في المناطق العشوائيه في بغداد واغلب المحافظات، تسعى وزاره التخطيط لوضع معالجات مناسبه لها. هذه التجمعات تنقسم اساليب المعالجه بها الى عده اقسام، قد يكون اعاده تاهيل لهذه المناطق، يعني تحتاج خدمات مثلا نمد بها طرق، خدمات بنى تحتيه. وقسم اخر تحتاج الى معالجات اخرى، هذه كلها كان يفترض لو ماشينا احنا بخارطه الطريق. خبراء في مجال الاعمار والاسكان طالبوا الجهات المختصه بالتدخل العاجل والسريع لتنفيذ مشاريع البناء العمودي كونه يتسع لاكبر عدد من المواطنين وبمساحات اقل مع وجوب تخفيض كلفته السعريه. ما تنحل هذه المشكله الا بطريقه الاستثمار، بطريقه المجمعات السكنيه وبدخول المصارف لمساعدة المواطنين لحل هذه المشكلة البناء العمودي يسهل علينا هواي مهمات سهولة البناء كثرة الشقق الصير السكنية نحل بها مشاكل كبيرة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن يقطنون نحو خمسمائة ألف وحدة سكنية في هذه المناطق العشوائية وأخرى غيرها في عموم مناطق البلاد منذ العام 2003 وحتى الان ينتظرون حلا لمشكلاتهم اليوميه وتسويه لاوضاعهم الانسانيه مؤيد الفرتوسي العراقيه الاخباريه بغداد في تصريح خاصت به الاخباريه اكدت وزيره الهجره والمهجرين ايفان فائق قرب اطلاق منحه النازحين البالغه مليون ونصف المليون دينار فيما اعلنت اغلاق مخيمين للنازحين في الانبار ونينوى. ضمن خطه الوزاره سيتم اطلاق منحه المليون ونصف الوجبه التاسعه خلال اليومين القادمين كما سيتم شمول العائدين من النزوح خلال هذه الفترة تباعا خلال الأشهر القادمة تحفيزا لعودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية سيتم غلق مخيمين في الأيام القادمة وتعتبر هي من أكبر المخيمات الموجودة في العراق سيكون غلق مخيم المدينة السياحية في محافظة الأنبار اللي هي تحتوي على 1400 عائلة سيتم عودتها الى مناطق سكنها الاصليه اللي هي عوده طوعيه وكذلك مخيم حمام العليل البالغ عدد تقريبا وثمانمائة عائله ويعتبر من اكبر مخيمات محافظه نينوى التي سيتم اغلاقهم ايضا خلال اليومين القادمين اجرى وزير العمل والشؤون الاجتماعيه عادل الركاب زياره الى محافظه البصره واكد الوزير خلال جولته الميدانيه ان الوزاره وضعت خطه لتطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي زار وزير العمل والشؤون الاجتماعية محافظة البصرة برفقة عدد من المدراء العامين والمسؤولين في الوزارة الوزير كشف عن عدد من المشاريع الخاصة التي ستنجزها الوزارة من أهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وشمول العاملين بالقطاع الخاص بهذا المشروع زيارتنا للبصرة يعني الهدف منها هو متابعة حملة التفتيش الآن اللي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي هذا القانون المغيب منذ خمسين عام لم يطبق فعلا وزارة العمل الآن وضعت خطة لتطبيق هذا القانون من أجل أن يعني العاملين بالقطاع الخاص يأخذون امتيازاتهم التي تشبه إلى حد بعيد امتيازات التي يحظى بها الموظف الحكومي موضوع التشغيل العاطلين هو أحد المواضيع التي سوف تكون مناقشه في هذه الزياره، وأيضا سيتم متابعه الأقسام التابعه للمديريه بالكامل. جوله ميدانيه قام بها الوزير والوفد المرافق له لعدد من دوائر الرعايه الاجتماعيه حيث التقى بالمدراء والكوادر العامله للوقوف على أهم المشاكل ووضع الحلول لها هذه الزيارة طبعا جيدة جدا بالنسبة لنا لأن احنا صار عندنا نقل صلاحيات واكو اكو دوائر عندنا ما نقلت انا كمدير مديرية حتى نعرف انه الدوائر اللي ما نقلت ونقلت وشو الاشكالات اللي صارت وشلون الربط بين الدائرتين فالحمد لله ذللنا كل الصعاب وان شاء الله باكر عندنا جولة تفتيشية بعد الشركات النفطية حول العمالة الاجنبية اجراءات كثيرة وعد بها وزير العمل لتسهيل وتذليل العقبات التي تعاني منها دوائر الرعاية الاجتماعية، خصوصا تلك التي تتعلق بالرواتب التي تصرف للاسر المحتاجة، بالاضافة الى العمل على ايجاد فرص عمل للعاطلين. لقناة العراقية الاخبارية هيثم هاشم البصرة. الا ان مشروع ماء العماره الموحد الكبير لا يزال خارج الخدمه الفعليه لاسباب فنيه وماليه، فيما طالب اهالي المحافظه بضروره الاسراع بتشغيل هذا المشروع. مشروع ماء العماره الموحد الكبير لم يدخل الخدمه الفعليه حتى الان رغم مرور اكثر من خمس سنوات على المباشره به. وما تزال الكثير من أحياء ومناطق المدينة تعتمد على محطات التصفية والباعة المتجولين لشراء الماء الصالح للشرب نعاني من, من الماء لأن الماء غير صالح للشرب والماء خاف وهذا على أساس ما ما يعاروا للتحلية ولحد الآن المشروع لا مستفادين من عدة ولا رابطينه هذا المشروع ما مشته شغله ما مشتغل انا صار يمكن هاي بالعشر سنوات هنا من شفته وشافني هو هذا المشروع ما يار ما بي وبعد ثلاثين يوما على دخول المشروع مرحلة التشغيل التجريبي إلا أنه لم يزل متوقفا عن العمل لأسباب فنية ومالية في وقت يستنجد المواطنون بالجهات المعنية لاستكماله وإنهاء معاناتهم هذا المشروع اذا اشتغل يخدم المنطقه كلها مو بس حي النداء العمارات ابو رمانه كلها حي رسال. هذا القاطع كله يخدمه هذا المشروع يعني العماره نص العماره ها كلها لهذا المشروع تابعه اذا اشتغل المناطق مركز المدينه كلها يخدمها ونريد الاسراع بهذا الانجاز هذا المشروع لان يعني المشروع كله ضخم والاسراع به باقرب وقت وباسرع وقت ويتكون المشروع من سبعة مواقع موزعة على مركز المحافظة بطاقة تصميمية تصل إلى 16 ألف متر مكعب في الساعة. وفي حال إنجازه سيسهم في تغطية الحاجة الإستهلاكية للمياه في الأحياء السكنية بمركز المدينة والمناطق المجاورة. ويتطلع اليوم المواطن الميساني إلى الانتهاء من مرحلة إنجاز هذا المشروع ودخوله الخدمة الفعلية سريعا لتنتهي معه معاناة استمرت لأعوام من انقطاعات الماء وكثرة الأملاح والترسبات في المياه الواصلة إلى الأحياء السكنية في كثير من الأحيان حيدر الجيزاني العراقية الإخبارية ميسان وسط الازمه السياسيه التي يعيشها لبنان عادت الى الساحه من جديد العقوبات الماليه الامريكيه على شخصيات سياسيه جبران باسيل النائب اللبناني السابق كان في مقدمه الشخصيات التي فرضت عليها او فرضت عليها الخزانه الامريكيه عقوبات ماليه وسط جمود حكومي يسيطر على لبنان وانهيار مالي مستمر وفيما تتجه انظار لبنان والعالم الى نتائج الانتخابات الامريكيه وما يمكن ان تحمل من تغييرات على المنطقه عنصر العقوبات يدخل من جديد الى الساحه اللبنانيه عبر فرض وزاره الخزانه الامريكيه عقوبات ماليه بحق وزير الخارجيه السابق ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفق قانون ماجنتسكي. مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شنكر أوضح أن هذه العقوبات ستظهر ما تراه الولايات المتحدة حيال عمليات اختلاس أصول الدولة لمكاسب شخصية بالإضافة إلى علاقة الشخصية السياسية بحزب الله ما سمح للفساد بالازدهار هذه العقوبات لن تغير في مواقف وفي سوابت لا التيار الوطني الحر ولا الوزير جبران باسيل لأن العلاقة مع حزب الله هي علاقة على أساس تمثيله لمكون لبناني واسع وهناك تفاهم على قضايا سياسية معينة وهناك اختلاف على قضايا أخرى مثل ما عم بيبين بالفترة الأخيرة يعني ليس هناك من تطابق هناك تفاهم باسيل الذي رد بتغريده معتبرا من خلالها ما حصل ظلما بحقه وهو لن تغريه الوعود ولن تخيفه العقوبات لاقى تضامنا من حزب الله عبر بيان رسمي اعتبر هذه القرارات افتراءات مرفوضه. وفي سياق متصل يربط نواب ومراقبون لبنانيون تاخر بثاق الحكومه اليوم بهويه الرئيس الامريكي الجديد من جهه كما بتاثيرات العقوبات على باسيل من جهه اخرى باعتباره احد ابرز المؤثرين على عمليات التاليف اذا فيما ينتظر العالم من سيكون سيد البيت الابيض يستمر مسار العقوبات الامريكيه على شخصيات سياسيه في لبنان اما الشعب اللبناني ما زال ينازع مطالبا باي حل يخرجه من الازمه المتفاقمه حتى حدود الانهيار الكامل. العراقيه الاخباريه ماريان زوين بيروت. أعلنت الدفاع الأذرية تدمير عدد من الآليات الأرمنية في إقليم قرباخ وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن القوات الأرمنية استهدفت بالمدافع وقذائف الهاون مواقع عسكرية ومناطق سكنية أذربيجانية مخلفة قتيلا وعددا من الجرحى مضيفه ان الجيش الاذري رد على القصف الارمني باطلاق النار على اهداف عسكريه مشروعه اسفرت عن تدمير اربع دبابات اضافه الى مدفعين وعده شاحنات محمله بالذخائر أعلنت المفوضية الأوروبية تقدما في المحادثات حول العلاقات التجارية المستقبلية مع بريطانيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون أن الأطراف المفاوضة ستواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل. يأتي ذلك الحراك في المفاوضات قبل نفاذ الوقت أمام الفترة الانتقالية لبريطانيا التي تنتهي في نهاية هذا العام بالختام اشكر لكم طيب المتابعه الى اللقاء